بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم عن موضوع مهم جدا برضو، خاص بالسيكونس، خاص بالميموري كونسامشن اللي هو استهلاك الميموري، وحاجة اسمها الليزي ايفالويشن. الليزي ايفالويشن معناها ان التخييم بيحصل متأخر، التخييم ما بيحصلش اول باول، خلاص. فلما دي من اهم المميزات الموجودة في السيكونس، اللي حاجة اسمها ليزي ايفالويشن، وان هي ما بيحصلش اول باول زي الكوليكشن على العملية على طول، لا ده احنا بنأخر وبيتم اثناءها، فدي بتعلم من البرفورمانس على طول، لان ما بنقلش كل الداتا في الميموري واشتغل عليها زي الكوليكشن وكلام من ده. الكلام ده ما بيحصلش. وهنشوف دلوقتي مثال احاول اوضح فيه الفكره دي، مع اني لو حبيت اعمل امثله عشان اوضح لكم بسرعه البتاع هنطول قوي، مش محتاجه. انا بس بديكم الفكره. السيكونس اوف قلت عادل كحيل مايمنج، وهعمل حاجه اسمها ماب. عارفين الماب؟ خدناها قبل كده. فالماب ببساطه جدا هتبدا تعمل ايه؟ تعمل عمليه تحويل على التكست. فانا يعني هكتب ماب واخد تاب واطبع الايتم ذات نفسه، عشان برضه ابقى متاكد ان انا في انهي ايتم بالظبط، عشان اوريكم اشتغلت امتى وازاي وفين. وهعمل له الايت دوت تو ابر كيس، اكونفرت الايه؟ اكونفرت الكيس التكست كيس يعني. هقول له فلتر، لا دوت مش كوما، هقول له دوت فلتر، تمام. وهقول له ايه؟ برنت، برضه برنت عادي، برنت لاين، بس بدل ما بحط فلتر عشان ابقى عارف ان هو دخل جوه الفلتر ما دخلش جوه الفلتر، الموضوع ايه بيتم بالظبط وبيقيم ازاي. وفي الفلتر مثلا هديله مثلا 8 دوت ستارت ويز، اول ما يبقى ستارت ويز مثلا هديله اي حرف، مثلا الاي مثلا، سمول مش مشكله، ممكن تعمل له ايه، تخليه اجنور الكيس الكابيتال والسمول، فاقول له اجنور كيس، خليها ترو عشان الاي كابيتال زي سمول بالنسبه له. بعد الفلتر هقول له فور ايتش، وفور ايتش عارفينها دي تيرمينال، ودي بتطلع كل الموجود، كل الموجود طبقا للعمليات اللي حاطينها والفلتر والكونديشنز والكلام ده. فاقول له ايه؟ برنت لاين ماب، لا هغير اسمها، خليها فور ايتش عشان ابقى عارف ان هو داخل جوه الفور ايتش، ماشي. وخلاص مش عايز اعمل اي عمليات، وفي الاخر بس هبرنت لاين فاضي. تعال نشوف كده اللي هيحصل ايه. ماب وفلتر وفور ايتش، ماب فلتر فور ايتش، فينا ايرور، شيل بس الساعه، ماشي، سيف وران تاني. ماب وفلتر وفور ايتش، خلاص. ماب بكونفرت، فقال لي عادل، بعد كده في الفلتر لقينا عادل كابيتال كلها، وفور ايتش اشتغلت. ماب وفلتر مفيش فور ايتش، ليه؟ لان الكونديشن ما انطبقش، الكونديشن خلاص مفيش كونديشن، يعني كونديشن خلاص ما بقاش تاني. فور ايتش جت مره واحده، ماب فلتر ماب فلتر ماب فلتر، مفيش، ما بيعديش على الفور ايتش، خلاص طلع بره اللعبه، طلع بره الايه، القصه خلاص. فعمره ما هيطبع عليه، لان مش منطبق عليه الفلتر بتاعي، مش منطبق عليه الفلتر بتاعي. عشان اوضح الفكره قوي، طبعا عملتها كي، طبعا هتلاقي ايه، الفور ايتش هتمشي معاك، هتطبع عادل وتطبع كحيل وهتقف، يعني الفور ايتش بتاعتنا تبقى ماشيه كده. يعني لو رجعنا كده نعرف بس النتيجه بتاعتنا كده، هلاقي ايه؟ اهو ماب فلتر عادل عادل كحيل، ماب فلتر دي انطبق عليها بالطبع في الفور اتش ايه؟ كحيل، لان هو ده اللي كان ايه؟ اللي كان بيجيب ترو بس، مفيش غيره. وبعد كده مهم ماب فلتر ما عملش عليها اي شغل. طب عايز اوضح ايه؟ عايز اوضح ايه من القصه دي؟ هاخد نفس السيكونس دي اللي عملت عليها، هاخد منها كابي وهرجع اعمل عليها بيست، واعمل حركه بسيطه جدا. هخلي الفلتر يحصل الاول، هخلي الفلتر يحصل ايه؟ يحصل قبل الايه؟ قبل الماب. فاعمل كده، هو بقى الفلتر بيحصل وبعد كده الماب وبعد كده فور اتش، خلاص. فالفلتر حصل بدري، الفلتر حصل بدري، ونشوف الفرق ما بين الايه، ما بين النتائج. هلاقي ايه اللي حصل؟ فلتر عادل كحيل، كحيل اتقبل، فعمل ايه؟ عمل له الماب وعمل له الفور اتش، عمل له الماب وعمل له الفور اتش، خلاص. فلتر ماين ما طبقش مع عداه، غير التاني خالص، غير التاني خالص، صح كده؟ فكده عملنا ايه؟ الفلتر هو اول واحد عدى يشتغل، ما عداش العمليه كلها بتقف، غير الاولانيه خالص كان بايه؟ الماب بتشتغل والفلتر بيشتغل، الماب بيشتغل والفلتر بيشتغل، ولما يجيب ترو بيشغل الفور اتش. هنا لا، فلتر 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 اللي بيشتغل بس، اللي هو جاب فيها كحيل هو ده اللي شغل عليها الماب وشغل عليها الايه؟ الفور اتش. طبعا دي بتعلي جدا جدا السرعه بتاعه تنفيذ البرنامج، لو انت ركزت في تنفيذ مين اللي بيعمل ايه ومين ما بيعملش ايه، وقد ايه الرامه بتفضل افضل من الكوليكشن.